مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو. مثل ما عودناكم من خلال شبكة منصات الإعلامية، نقدم كل ما هو جديد ومواكبة لمختلف المواضيع على الصعيد المحلي والعالمي. موضوع حلقتنا لليوم هو موضوع منذ بدايات البشرية، نقدر نقول إنه قديم جديد، ألا وهو العنف، تحديدا مع وجود السوشيال ميديا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ألتقي وإياكم بأخصائية أصول التربية الدكتورة هبة أبو حليمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ست هاجة. الله يسعد قلبك. طبعا أنت غنية عن التعريف لأنه صديقة كل القنوات والإذاعات والصحف، فيعني ما شاء الله معروفة بدون ما أعرف عنك. الحمد لله، يعني نعمة وفضل من رب العالمين. الحمد لله، ومن أعلى لأعلى يا إن شاء رب. الله يا رب أكيد بوجودكم. الله يسعد قلبك يا رب. أول شيء أنا متشرفة بوجودك معنا، وهذا شرف كبير إلنا، وخصوصا رح نحكي اليوم عن موضوع جدا مهم وحساس، وللأسف الأهالي مش عم بنتبهوا لإله، عم بتفاقم. وحكيت أنا بالبداية وخصوصا مع تواجد السوشيال ميديا. طيب رح أتدرج مع حضرتك دكتورة، خلينا نحكي عن الأطفال بالبداية كيف بيتعرضوا للعنف أو العنف ضد الأطفال. تمام، هلأ بدي أرجع أمسي عليكي، وأنا جدا سعيدة أني متواجدة مع حضرتك بقناتكم المنصات. هلأ إذا بدنا نيجي نحكي عن العنف، العنف هو كلمة بحد ذاتها على امتداد العالم بأكمله. ليه؟ لأنه من ناحية الألم والوجع والاضطهاد والتعب اللي عم بيعانيه هؤلاء الأطفال. هلأ لما أنت تيجي تحكي التعنيف، أنا ما بخص فقط الطفل فيها، هلأ أنا قاعد بحكي لك عن مجتمع بأكمله، قاعد بطبقاته، بحالاته، سواء ذكر أو أنثى، كبار السن، صغار السن، مش محدد بمكان أو محدد بزمان معين، هذا هو كلياته منتشر نحو العالم. ومنذ بدايات البشرية مثل ما ذكرت، هذا الشيء موجود من زمان، حتى الحروب، حتى القتل، وظلت مستمرة في النفس البشرية. خلينا بالضبط. هلأ إذا إحنا بدنا نيجي نحكي عن العنف ضد الأطفال، موضوع بده حلقة لحاله، ولكن صحيح. إحنا نختصر نعطي النقاط المهمة بهاي المواضيع، لأنه التعنيف لا رح يخلص ولا حينتهي لمدى الحياة لما إحنا نغير فكرنا كمجتمع. تمام، هلأ في عندك الأطفال بتتعنف من أماكن كثيرة. هلأ ما باجي بحدد لك إنه بالطبقية، إنه ممكن إنه والله طبقة الأغنياء ما بتعنف، هي الطبقة الوسطى اللي بتعنف، أو الطبقات لا تعتمد على الطبقة، ما بتعتمد على الطبقات، لا تعتمد على الثقافات، باختلافات الثقافات. إنه تيجي تقولي والله العربي والأجنبي، العربية غير عن ثقافات الأجنبية، وممكن إنهم الأجانب يحتووا الأطفال، لا، في هون مساوئ وهون مساوئ. بالمقابل ما باجي بحكي لك انه والله ممكن الطفل يتعنف فقط في مدرسته، او انه يتعنف في التعليم باماكن ثانيه مش المدرسه، ممكن بالمؤسسه الرعايه اللي بيكون يتلقاها الطفل ممكن تكون الاساءه كمان من هناك. ولكن احنا كمجتمع شو مطلوب منا؟ هي الرساله، انا كيف المهمة بدي احافظ على هذا الطفل؟ انه لانه هلا الطفل قاعد بيتعنف بالبيت، تمام؟ قاعد بيتعنف بالمدرسة، قاعد بيتعنف بالشارع، قاعد بيتعنف للأسف على السوشيال ميديا، قاعد بيتعنف على الإنترنت، ولكن هون أنا قاعد أعنف فيه بالبيت وبالمدرسة والأماكن الرعاية اللي موجود فيها، قاعد بعنفه من ناحية الضرب، من ناحية الشتم، من ناحية الإيذاء النفسي والجسدي واللفظي والمعنوي، ولكن أنا على السوشيال ميديا أنا ببعث لهذا الطفل رسائل، تمام؟ ممكن تكون مصورة، ممكن تكون نصية، ممكن تكون بأي طريقة، أنا قاعد عم بستفز بهذا الطفل. الطفل هلأ وين بده يروح؟ بده ينطوي على نفسه، الطفل بده يتقلقع على نفسه. طب أنا مين بده يحميني؟ أنا لمين بدي ألجأ؟ صح. حتى هون الشخصية كامل، شخصية الطفل إذا تربى على هذا الأساس، حيكون إحنا لا سمح الله الجيل اللي بعد حيكون كارثي. بالضبط. هلأ بيجي بقول لك أنا لمين بدي أروح أشتكي؟ مين بده يساندني؟ مين بده يساعدني؟ فلذلك بيصير بيخوض بهاي المعركة لحاله،
بدل ما يكون تعنيف خارجي بيكون في تعنيف داخلي منه لنفسه، بصير بده ينتقم منه لحاله لأنه ما في حدا يساندني يساعدني فيه. كتير مهمة. هلأ فعلياً في أطفال بيصيروا ينتقموا من حالهم بالغضب، أو مثلاً بضربوا حالهم أو بقدوا غيرهم، بده يفرغ هاي شحنات العنف اللي هو متعرض لإلها بالآخرين. مزبوط. والأهالي للأسف مش يعني، خلينا نحكي معظم الأهالي مش عم بنتبهوا على الأطفال ولا سائلين، لأنه الأب والأم أساساً مش فاضيين، مش موجودين، هم موجودين. يعني شوفي هلأ أنت غايب حاضر، الأهالي أنت غايب حاضر، هذا اللي إحنا واقعين فيه بهذا الوقت بالذات. رح نرجع نحكي عن موضوع الأطفال يعني بنهاية الحلقة حتى نعطي النصائح، لأنه المعلومة اللي أعطيتيها أنه رائعة جداً. يعني لما الطفل يوصل لهون شو الحل؟ إذا الأب والأم الغائب الحاضر شو الحل؟ رح نعطي الحل، بس إن شاء الله أنهم يسمعوا. إن شاء الله رح نعطي الحل، ضروري تتابعوا لآخر الحلقة. ما تابعتوا مشكلة، لا إن شاء الله بنفيدهم من خلال هاي الحلقة بوجودة معنا إضافة كمان يعني لهالبرنامج خصوصا سوشو. هلأ بدي أنتقل من الأطفال إلى الكبار والمسنين والعنف اللي بوقع عليهم. هلأ بدي أجي أقول لك كلمة واحدة علشان نخوض فيها، لأنه هذا مجال كتير كبير، الكبار والمسنين. من هم الكبار؟ مش آبائنا وأمهاتنا؟ تمام؟ ومش المسنين آبائنا وأمهاتنا؟ تمام؟ هلأ إحنا شباب بيوقع العنف عليهم من الشباب. بدي أكمل لك بس هاي النقطة، إحنا شباب، إحنا بكرة ما حنصير مسنين، إحنا ما حنصير كبار بالسن. إذا رعاية هؤلاء كبار السن، اللوم والعتب علينا إحنا أولاً، لأنه الدائرة رح ترجع. تمام؟ هلأ هم بحاجة الرعاية منا إحنا، ولكن إحنا بكرة لما نكبر إحنا كمان بنصير بحاجة للرعاية. فإذا خاف رب العالمين بهؤلاء الكبار، لا تعنفهم نهائياً. ليه؟ لأنه إذا أنا بدي أربط لك معلش بنقطة واحدة ما بين الأطفال بتعنيفهم ولكبار السن بتعنيفهم، إذا بدنا نحط إنه إيش الأشياء اللي بتتشارك مع بعضها، ممكن أحكي لك فقط بالتعنيف الجسدي، إنه هون بينضربوا وبيتحقروا وبينحكى له ألفاظ بذيئة وكذلك كبير السن. ولكن أنت من وين بتبلش الدائرة تبعتنا؟ من المجتمع. الطفولة. تمام؟ من الطفولة. أنت كفرد. هلأ أنا ببلش فيك أنت كفرد، تمام؟ الفرد بده ينتقل للأسرة، من بعد الأسرة أنت بدك تنتقل للمجتمع. يعني كبار السن بحاجة للرعاية من هؤلاء الثلاث. إذا صارت عندي أنا دائرة مقفلة، أنا كفرد بدي أعرف كيف أتعامل مع كبير السن. شو بحاجة كبير السن؟ الحب والتقدير والاحترام. من اللي وصانا عليهم؟ رب العالمين أولا وصاك عليهم، الكتب السماوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا عليهم. فإذا أنا بدي أخذ هذا الجانب، من ثم بدي أنتقل للأسرة. كون أنا رب أسرة ورح أعرف إنه بكرة أولادي إذا أنا ما شلت أبوي وأمي، هي أولادي بكرة ما حيشلوني. تمام؟ بدي أقدم له الرعاية الصحية، بدي أعطيه الغذاء، بدي أهتم فيه، ما بدي أترك كبير السن لحاله. لأنه شوفي النقطة اللي ممكن في ناس كتير بتتجاهلها، إنه ما بعرف إنه كبير السن بيرجع طفل يا عالم. بالضبط. تمام. بتنعكس الآية. هلأ أنت بتقول هذا أبوي وأمي، ولكن لو أنت شاعر فيهم فعليا بتصير تقول إن أنا شاعر إنه هدول أولادي وأنا أبوهم وأمهم. فبتنقلب الآية. تمام. أنت شو طالب من المجتمع؟ أنا فقط ككبير سن طالب من المجتمع، وفر لي حياة كريمة، وفر لي تأمين صحي علشان بمكبري في حال أنه أنا ما كان عندي المقدرة على العلاج أني ألاقي مين يساندني بهالمجتمع. اعمل لي ضمان دور اجتماعي. أكيد هذا دور المجتمع. المجتمع أعطيني ضماني الاجتماعي. هلأ لما أنا بدي أجي أعنف أبوي وأمي وهم كبار بالعمر، في يعني ممكن أنه نحكي عن العاقين بأبوهم وأمهم، الله يبعدنا عن هذا الإشي. ممكن أنه بدل ما يعنفوا جسديا، ممكن أنه يكون عنده حالة من الاستبزاز
من الناحية المادية، يستفز أبوه وأمه من الناحية المادية، ممكن يأخذ بطاقة البنك في حال إنه أهله عندهم فلوس، يروح بيسحب فلوس من دون ما يستشيرهم، ممكن يغير بوصية أبوه وأمه. في هاي الحالة بيكون التعنيف من بين الآباء والأبناء لبعضهم البعض. ليه أنا بتعداه؟ ليه بطل له كيان؟ ليه بطل له احترام لوالدي؟ أعتقد إنه الاحترام أساس البنية التحتية، خلينا نحكي كان كبير مزبوط. كان صغير أب وأم مش بس خط أحمر، بدك تحط 100 خط أحمر، لأنه هذا أبوي، هو اللي أنشأني على الحياة، مش أنا اللي أنشأته على الحياة. تمام، هو اللي كبرني ورباني وتعب علي وسهر علي، صرف دم قلبه لحتى يوصلني للمكان اللي أنا موجود فيها. وقد ما بدنا نعمل لهم تمام، ما هنكافئهم ذرة من اللي عملوا لنا اياها. صحيح صحيح. رح اكمل معك دكتوره حوارنا الشيق عن العنف، لكن حنطلع فاصل مشاهدينا الكرام وراجعين. رجعنا معكم مشاهدين الكرام، أكيد مكملين مع الدكتورة هبة أبو حليمة بهالموضوع الشيق، ورح نحكي هلأ عن ارتباط التكنولوجيا والتطور التكنولوجي والسوشال ميديا مع العنف. هلأ كثير بترتبط. تمام، هلأ لما أنا بدي أجي أحكي أي موضوع على السوشال ميديا، شوفي موضوع السوشال ميديا كبير وعام وشامل، وبحطك بمتاهة انت مش قد هاي المتاهة. كيف؟ هلا لما انا بدي اجي اعرض اي موضوع على السوشيال ميديا، تمام، مباشرة احنا بنيجي بنعرضه بالعنف. ما بطلع لك الاشي الحلو دائما بالسوشيال ميديا، احيانا انا باجي بطلع لك الاشي السيء بالسوشيال ميديا. على فكرة السوشيال ميديا مش كتير سيئة، بس اذا احنا عرفنا نستخدمه بالضبط. اضرب لك مثال، احيانا كتيرة بيجي بقول لك انه في موضوع معين انا بدي اطلعه ترند. هذا الترند، ما هذا الترند اللي دابحنا احنا بهذا الوقت، بغض النظر شو ما كان الموضوع. هل هذا هو التعنيف؟ هل هذا هو اشي مهم؟ هل انا فقط علشان التسلية؟ هل انا فاضي اشغال بس انا بدي اصور هذا الترند اللي انا بدي اطلعه علشان اني انا اكسب فيه مشاهدات؟ انا بستغرب احيانا لما أنا بكون قاعد على السوشيال ميديا ماسك تليفوني أو أي إشي معين قاعد بصور فيه، بشوف ولد قاعد عم بتعنف، بصور وبنزل. أنت كبني آدم كيف أجالك قلب؟ كيف أجالك قلب إنك تصور طفل قاعد بيتعنف علشان أنت ترضي غرورك الداخلي؟ كيف؟ لما أنت بدك تيجي تشوف إنسان كبير بالسن، طب أقل إشي بدي يكون من 5 لـ10 دقايق وإنت قاعد بتصور فيه، كيف أجالك قلب علشان والله أنا أنزله على السوشيال ميديا علشان أنا أجيب ترند، أو إنه أنا أحصد مشاهدات، أو علشان إنه يجيبين من تيك توك أو من اليوتيوبر إنه والله عملت إشي فظيع لازم يجيني على أساسه مردود؟ لا، مشاعر الناس مش سهلة. إنت وين مشاعرك؟ انت كبني ادم وينك؟ بتحسيهم هلا صارت مشاعر الكترونيه، حتى ما بطل شيء مشاعر انسان. احنا مش قاعدين نستخدم السوشيال ميديا كفائده لنا، لا احنا قاعدين بنستخدمها لحتى اورجيك وين مساوئها علشان انت تتعلق فيها بزياده، علشان انت تصير تنتظر مني الاشي الاكثر من هيك. فهذه من الاشياء اللي بتألمنا احنا كبشر. انت قاعد بتتعامل مع لحم ودم، قاعد عم بتصور هذا البني آدم لحم ودم يا جماعة. ليه أنا قاعد أتعامل معه
ترند بالنسبة لإلي. صحيح صحيح. طيب إدمان السوشيال ميديا وتأثيره على زيادة العنف، يعني تفضلتي هلأ دكتورة وحكيتي إنه إحنا قاعدين بطل عنا المشاعر أو الإنسانية اللي إحنا عم نطرح فيها مواضيع، وصار عنا كمان الأطفال والكبار صرنا نشوف إدمان سوشيال ميديا بطريقة مش عم تلغي العقل حتى، يعني عم تلغي إنه هون في عقل تماما. بالضبط. هلأ لما أنا بدي أخلي السوشيال ميديا تأثر علي كتير راح تتملكني بالكامل. مين؟ بإيدي أنا. بإيدي أنا. مش أنت هاجر إجيتي قلتي لي بدي إياك تدمني عليها. كيف؟ لما أنا ما بلاقي الرعاية، لما أنا بنطوي على نفسي، لما أنا بصير في عندي حالة اكتئاب شديدة، لما أنا ببطل في عندي سلوكيات مع المجتمع اللي حوالي أو مع العائلة اللي أنا قاعد معاها، لما أنا بدي أتقوقع على نفسي بالدائرة أو الخانة اللي أنا حطيت نفسي فيها، أكيد أنا رح أضر نفسي. أولاً من الناحية النفسية، من الناحية الجسدية، من الناحية الفكرية. مدام أنا قاعد أنا والتليفون 24 ساعة، لا في نوم ولا في أكل نهائياً، صحتي البدنية رح تنهار، رح أبطل قادر أقوم على حالي، رح أبطل قادر أقوم أمشي، رح أنا أكسر حالي من الداخل. ليه؟ لأنه بدي أصير أقلد الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها على السوشيال ميديا، مش قادر أقلدها، بدها تضلها بذهني، استملكت العقل عندي. تمام؟ إذا مش الظاهر فهو الباطن. تمام؟ بدي أنا أعملها بشتى الوسائل. كيف؟ ليش؟ ما بعرف. بدي أفكر فيها ليل نهار. كيف؟ أنا الطريقة اللي بدي أقدر أطبق الأشياء اللي أنا قاعد أنا أشوفها على السوشيال ميديا. فهي ما بتدمرك فقط كدماغ، ولكن بتدمرك كجسد. أيوة. يعني أنت بتجيب العنف لنفسك بالزبط. كمان يعني بطريقة معينة. ما إحنا حكينا ببداية الحلقة العنف هو مش بس إنه حدا يعنف حدا أو يتعرض للعنف، إنه ممكن لفظي جسدي، إنه ممكن أنا أأذي نفسي بالزبط. بدون إدراك، وخصوصا عدم الرقابة من الأهل والأطراف الموجودة حوالينا، هاي كارثة أكبر لسه بالزبط. وللأسف يعني هلأ بدي أطرق كمان لموضوع الألعاب الإلكترونية. شفنا أو سمعنا حالات انتحار وأطفال وتين ايجرز مراهقين بسبب موضوع الجيمز الإلكترونيك جيمز. بدنا نحكي عن هذا الموضوع شوي دكتورة. شوفي هلأ ممكن نربط السؤال القديم بهذا السؤال. ليه؟ لأنه لما الطفل بده يتوحد مع حاله، هلأ أنا كأم بدي أخلص من ابني، بدي أخلص من زنه لابني لأنه بده التليفون، بعطيه التليفون، ولكن أنا كأم إيش شفت ابني؟ ابني راح اختفى على غرفته أو راح بأي زاوية بالبيت، أنا عارفة على إيش فتح؟ المهم إنه ما بدي أظني أسمع الزن 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 لأنه وجع راسي، أو ممكن الأم تكون مشغولة مش فاضية لابنها من الأساس. مباشرة بيفتح على الجيم اللي طالعين كتير بهاي الأيام، موسيقى صاخبة. هلا احنا دائما الموسيقى بتكون جاذبه لنا. الاشي السيء بزياده، الطفل لما مباشره بده يفتح على هاي الجيم، هلا بده يشعر هو بالقوه، هلا هو بده يتحدى حاله من خلال اللعبه اللي هو قاعد بيلعبها. ليه؟ لان انا قاعد بتقمص شخصيه اللعبه اللي جوات الالعاب هاي، بدي انا اطبقها على واقعي، على الحقيقه، اني انا بدي. فلنفرض انه هو كان جوات اللعبه سوبرمان، تمام؟ أو إنه واحد من المجرمين، لا أنا بدي أتقمص هذه الشخصية. كيف؟ وبدي أقلده. ما طبيعي، ما أنا رح أقلده، ولكن قبل ما أقلده إيش بدها تبثلي هاي؟ هلأ هي بدها تسيطر على عقلي، بدها تقولي لي إنه الدم اللي أنت قاعد بتشوفه، صوت الرصاص اللي أنت قاعد بتسمعه، الصخب اللي جوات هاي الألعاب، بدي عقلك يتملك هاي الأمور بالكامل. كيف؟ إنه أنا قاعد ببعتلك إشارات لدماغك إنه اعرف إنه هاي الألعاب هي اللي بدها تخليك بحياتك الواقعية إنك أنت قادر إنك تحارب أي إنسان بيتعرض لك لو بأي كلمة. أيوة. تمام؟ هون
أكبر خطر على العقل البشري. بالضبط، يعني أنه أنا قاعد بغذي عقلك، أني أنا قاعد بقول لك أنه أنت صوت الرصاص اللي أنت قاعد بتسمعه، السلاح اللي أنت قاعد بتشوفه، الصخب اللي أنت وشوفي هلأ على فكرة صوت الموسيقى مع هاي الشغلات، لما صوت النار والسيوف وهاي الشغلات انت بتنجذبي، انت من داخلك بتتحرك، انت بتشعري بالقوه، انت بتحسي حالك انه انا الشخصيه بالضبط. أيوة. انه انا الشخصيه بدي اكون هاي الكاركتر على ارض الواقع. تمام، فانا هلا فلنفرض انت اجيتي حكيتي معي بكلمه واحده مباشره طلع لك السيف طلع لك السيف. هو اذا احنا بنطلع قوتنا بهذا الاسلوب. طب انت لما بدك تطلع قوتك بهذا الاسلوب اذا انت وين رحت؟ انت رحت بمتاهة الها اول ما الها اخر، ما حتقدر تطلع منها نهائيا. ايوه، وحكينا بجوز دكتورة قبل تصوير الحلقة انه في بعض الالعاب الجيمز انه في ممكن واحد يموت ينتحر مثلا، بيموت بالجيم وبيرجع بيعيش، فحب الفضول عند الطفل بده يجرب نفس الشيء، او التين ايجر المراهق خلينا نقول انه عنده حب فضول يجرب اي شيء، فعنده ممكن يفكر انه بيرجع يعيش فبيجرب هاي التجربه على ارض الواقع. ست هاجر، وين المشكله انا كأم اني انا اقعد مع ابني هو بيحضر بهاي اللعبه بالجيل هاي؟ على اساس اني انا اجي اقول لابني ماما انت اللي قاعد بتشوفه هذا خيال، تمام، هذا اذا بيموت جوات اللعبه لانه هو اشي مش موجود بالواقع، هو كذب. تمام، هلا اضربي له مثال الفنانين، قد ايه فنانين بيموتوا؟ ايوه بيموتوا وبرجع يطلع بمسلسلات كثيره، مره بيعيش مره بينطخ مره بينقتل مره بيصير فيه كذا مره بينجرح وبينزل منه دم، هذا لانه هذا إشي ماما مش واقع، هذا بيعمل لنا إشي كتسلايه. بس انت ماما اذا بدك انت تعمل هذا الإشي اعرف انه اذا انت جربته انت مش راجع للحياه. وين تلاقي الام بهذا الوقت اللي احنا فيه هذا اللي بحكي فيه اللي تقعد وتحكي مع ابنها؟ لا بهذا الموضوع حدا يحكي معاها اساس بوقتنا الحاضر فعليا ست هاجر، احنا بدنا نحكي مع الاب والام قبل ما نخاطب الطفل. ايوه، انت بدك تخاطب العقول الكبيره قبل ما تخاطب العقل الصغير، لانه بتيجي بتقول لك انا ما بمن على ابني، انا هاي الكلمه بتحرقني على فكره. تمام، لما انت تيجي تقولي لي انا ما بمن على ابني، ليش اسمك ابن؟ ليش اسمك ام؟ ليش اسمك أب؟ ليش اسمك أنت رب أسرة؟ لما أنا أحيانا الناس بتتواصل معي تيجي بتقولي لي والله ما أنا قادري أمون عليه، والله ما بيسمع كلامي. طب إذا بدوش يسمع كلامك، إذا أنت أساسه بدو يسمع كلامي أنا؟ طب أنا بحاول أساعدك مرة تنتين ثلاثة أربعة، ولكن أنا مش عايشة معك طول العمر، أنا ممكن أطلع أقدم لك نصيحة. تمام، حبيتي تسمعيها أهلا وسهلا، ما حبيتي فهو بالنهاية ابنك، أنت حرة فيه. تمام. طيب دكتورة شو مرق عليك حالات أكيد يعني حالة وصلت للدمار الشامل من الحالات اللي عرضت عليك؟ شوفي هي يمكن حالة اللي هي وصلت للدمار الشامل اللي هي ما قبل العيد، تواصلت معاي ولية أمر بتستنجد فيي بتقولي لي ابني ضاع. قلت لها طب ما احنا حكينا مرة وحكينا مرتين وحكينا ثلاث وحكينا خلينا نضلنا على تواصل علشان أنا ما أرجع أسمع منك هذا الكلام إنه ابني وصل لمرحلة الدمار. طب كنت بالبداية إنه إحنا فقط إنه بيمد إيده على أمه، تمام، إنه هو كان من الأولاد الكتير كويسين، بس إنه هلأ صار يتحول إنه من الكتير كويس لعنيف، بده يطلع من البيت بده يدخن، هذا كان الإشي مسيطر عليه. ما بعد ذلك طب صار يضرب الأم، تمام، ما بعد ذلك طب تطورت الحالة، صار يقول لأبو انت ما إلك علاقة فيي، انت ما إلك دخل فيي، انا حر، انا بدي اعمل اللي انا بدي اياه. بالمقابل الاب بيخضع لأوامر الولد، الولد مش كبير بالعمر، ما بين 15 ل 16 سنة، تمام، يعني اصعب مرحلة حرجة بحياة الطفل اذا انت ما يعني بتشكل هذا الانسان للمستقبل، اذا انت ما احتويته، اذا انت ما عرفت كيف تتعامل مع ابنك بهاي المرحلة بالذات، انا باجي بقول لك ابنك طلع من بين ايديك، ما حتقدر تسيطر عليه اذا ب 15 سنة مش قادر تسيطر عليه، لا قدام متى بدك تسيطر عليه؟ لما حكينا ببداية الحلقة دكتورة كمان عن المسنين، هي حتكون الدائرة، بالضبط، ترجع نفس الدائرة بالضبط، يعني
كل موضوعنا مرتبط ببعضه. لا تقولي إنك أنت كبير خلصت الأمور، ولا تقولي إنك أنت صغير فخلصت الأمور. هي حلقة الدنيا دوارة بالمختصر. صحيح صحيح. نصيحة أخيرة بتوجهيها للمشاهدين، تكون بالصميم دكتورة. بدي أقولها بالصميم بس هم حيتقبلوها لما نحكيها بالصميم إن شاء الله. يعني إحنا بهمنا اللي إذا معنا كمان. شوفي إذا أنا هاجر إلا بدي أنا أقوله يس أوكي عادي اقطعيني قولي لي اللي قاعده بتحكي. انا بعتذر انا ما راح ابث هذا الكلام لانه الا انت قاعده بتحكي غلط ومش موجود بحياتنا الواقعيه او باي مجتمع من المجتمعات. احنا ما بنحكي فقط عن البلد اللي احنا عايشين فيه، احنا بنحكي عن عالم باكمله. بالضبط تمام. احنا عايشين بالضبط، احنا عايشين بمجتمع شرقي. لايش بنفتقد؟ للعاطفة. بنفتقد للعاطفة، بنفتقد للاحتواء. تعالي احكي لي مين بهذا الوقت عارف يحتوي ولاده من كل النواحي؟ مين قاعد بيقدم العاطفة لأبنائه؟ احنا قاعدين بلشنا ناخد العاطفة والاحتواء من السوشيال ميديا. أيوة. ليه انا بحب السوشيال ميديا؟ لانه لقيت نفسي معها، لانه صارت هي تتحاكى معي. انت امي ما بتحكي معي بالبيت، انت ابوي ما بتحكي معي بالبيت. لو انت اب وام على قد حالك ببيتك تمام، لو انت زلمة ببيتك بتقدر كيف انت تتعامل مع ولادك. انت اللي بدك تشكم ابنك، مش ابنك اللي بده يشكمك. مش ابني اللي بيجي بيفرض رأيه علي، باخذ برأي ابني صحيح. تمام. ولكن في عندك خط بدك توقف عنده، لاني انا إلا بربيك، مش أنت اللي قاعد بتربيك. المفروض تمام؟ المفروض هذا الصح. بنيجي بنحكي أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة بالضبط، وما بالك أيام. تمام. لا تيجي تقولي لي إنه انفتحنا على العالم. انفتحنا على العالم بإرادتنا، وأنا بقدر أخذ من العالم الإشي اللي أنا بدي إياه. الإشي الغلط أنت ما بتيجي بتفرضه علي أنا تمام؟ وين إرادتي أنا كإنسان لنفسي؟ واحد يجي يقولي لك روحي انتحري، بتقولي له آه يلا سمعا وطاعة، وين عقلي؟ أفلا يعقلون؟ حتى بالقرآن الكريم أفلا يعقلون أفلا يتدبرون يا أولو الألباب. تيجي تقولي لي هاجر، تيجي تقولي لي إنه والله أنا بدي أحد السوشيال ميديا، أخلي فئة معينة أو عمر معين اللي يستخدمها. لا، في كبار بالعمر بتغلط وبتسيء استخدامها للسوشيال ميديا تمام. فإحنا قاعدين بنحكي عن صغير وقاعدين بنحكي عن كبير. أنت بدك تكون القدوة لابنك داخل البيت تمام. إذا أنت مش ما عندك المقدرة الكافية والكاملة إنك تحتوي أسرتك، لا تتجوزي عالم. فعليا خليكم عزابية أفضل، بدل مما أنا قاعد بنشئ جيل خطر على المجتمع. أيوة بالضبط. أسوأ ليه؟ قاعدين بيشوف بالمدارس، قاعدين بيشوف بالشوارع، قاعدين بيشوف بالكافيهات، قاعدين بيشوف بالجامعات، قاعدين بيشوف أدي العنف الداخلي. بنحاول أيوة. كونوا آذان صاغية لأولادكم. اسمع ابنك، حاوره تمام، عدل من سلوك ابنك. بيغلط مرة ارضعه. اسمعي هلأ الناس يمكن تحقد علي من هاي الكلمة انه يا عالم والله تربينا بالضرب. ما بقول لك ضرب مبرح تمام، ولكن هبت على ابنك، خليه يعرف انه في رادع لإلي. خلي إلك شخصية، خلي ابنك يخاف منك، خلي ابنك يهاب منك. جينا هاد ما حدا بيهاب من أمه وأبوه وما حدا بيخاف ولا حدا عامل لهم اعتبار من أساس. وبرضو الأهل إلهم دور كبير على الأطفال، إنه عدم الرقابة وعدم خلص لما أنا أجي أحكي لأبني ما في تليفون، أخبط راسك ابني تحيطة يا زلمة. ما في تليفون، بدك تليفون بحدد لك وقت معين تمام. هلأ إحنا لا كل وقتنا بروح على المدرسة في تليفون، أنا قاعد بالجنب أقول لك أيوة. وإحنا قاعدين أسرة مع بعضنا، التلفزيون شغال لحاله، لحاله بيحكي التلفزيون تمام؟ صحيح. كل واحد على موبايله، والأم على تليفون والولد على تليفون، ما واحد فيهم عارف التاني شو قاعد بيعمل. لا، في فترة لازم نقعد فيها الكل يسكر تليفوناته انتهينا بالضبط تمام؟ فهذه ياريت تتقبلوها. أنا أعتذر ولكن من حرق قلبي أكيد على هذا الجيل، لأنه جيل قاعد بيضيع. بعدين صار هذا الجيل عنده تليفونين وثلاث، بيسلمك تليفون وبيخلي معاه تليفونين. صار واعي أكتر، صار لأنه ما بيقدر يعيش، لأنه كيف بابا حامل تليفونين أنا لازم أقلده.
فخلي ابنك يقلدك بالإشي الصح، ما يقلدك، ما بيعرف انه ابوه ممكن انه يكون عنده شغل مضطر انه يكون تليفونين عنده. لا هلا بالمدارس صار يسلمك تليفون خربان ويخلي التليفون الصالح معه علشان هو يقدر مراسلات. انا بقول لهم احيانا الشركات ما حتوقف عليكم، انت جاي تتعلم هون تمام. انا كولية امر انا ما ببعت تليفون ابني معه على مدرسته، المفروض يعني الاساس هذا الصح، هذا الاساس. احنا مسكنا تليفونات بالجامعات، انا مسكت التليفون بالجامعه تمام. هذا الحكي قبل 20 سنة أو 21 سنة، ما شاء الله صاحبي كبيرة. لا 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 ما شاء الله صغير. بس إنه هذا الإشي ما مسكناه أيام المدارس، إحنا مسكناه لأنه في رادة بكفي. صحيح صحيح، وإن شاء الله بيتقبلوا هالنصيحة ونكون من خلال هذا البرنامج قدرنا نوصل يعني كفكرة، خلينا نقول، لأنه العنف بده حلقات مش حلقة ولا حلقتين، وتصنيف للكبير للصغير، وشو يعني هو يعني بحر، خلينا نقول العنف بالضبط. احنا قاعدين عم بنوعي بس الأهالي انه انتبهوا لأولادكم بالوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه، انفتاح على بعض، عالم انفتح على بعض، ما في ضوابط، انت حافظ داخل اسرتك على ابنائك فقط مش اكثر من هيك. صحيح، كل الاحترام لوجودك دكتوره، انبسطت جدا بحضرتك وبهالموضوع الشيق، واتمنى يعني مع الوقت القليل انه وصلنا معلومه مهمه وتكون مؤثره كمان ان شاء الله. إن شاء يا رب الله. اتمنى انهم ياخذ بهاي النصائح، احنا هون موجودين مش عشان ننظر عليهم نهائيا، احنا موجودين لنقدم لهم النصيحه وليستفيدوا من العلم اللي احنا اخذناه. صحيح، ويكون جيل واعي ومنتبه على حاله ونقلل من حده العنف. وانا كنت سعيده جدا معك ست هاجر. الله يسعد لي قلبك يا رب دكتوره، كل الاحترام لك، كل الاحترام دكتوره. طبعا مشاهدينا الكرام اكيد بتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقه واستفدتوا من النصائح المقدمه من الدكتوره هبه ابو حليمه، واكيد بنشوفكم حلقة جديدة. بس قبل ما أنهي بدي أشكر الكوافير هيثام جبارات على اهتمامه بلوك الشعر لليوم، شكرا، كل الاحترام لك هيثام، وأكيد بنشوفكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة.